حركة فلسطين أو بالستاين أكشن هي حركة المقاومة والمقاطعة الأبرز في بريطانيا، يتركز نشاطها على مهاجمة الشركات المصنعة للسلاح في بريطانيا والتي تتعاون بشكل رئيسي مع دولة الاحتلال. يوجد أعضاء الحركة في مناطق مختلفة في المملكة البريطانية من لندن إلى ويلز إلى ليفربول، يتظاهرون أمام شركات الأسلحة الداعمة للاحتلال أو المتعاونة معه، يقتحمون مؤتمراتها ويحطمون واجهاتها، مؤكدين في الوقت نفسه أن هذه الأنشطة ستستمر حتى ينتهي التعامل مع الشركات الإسرائيلية بالكامل. في مقطع جديد نشرته الحركة يظهر عدد من النشطاء وهم يغلقون مدخل شركة البيت المصنعة للسلاح في كانت. نتابع. UK-made arms and drones and security and surveillance to Israel, which is being used to target innocent civilians in Palestine. We as people in the UK should not be okay with this. Genocide is not okay. We're here today to shut it down. Intro Decision is a subsidiary of Elbit Systems. Elbit Systems provides 85% of Israel's arms, which are being used to slaughter innocent Palestinians.